بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في محاضرة جديدة من محاضرات جي اف اكس اكاديمي دوت نت. محاضرتنا النهاردة عن الانعكاسات، او ازاي ان احنا نعمل ريفليكشن بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. محاضرة بسيطة وسهلة ومفيش فيها اي تعقيد، والكلام فيها بسيط جدا جدا جدا. تعالوا اول حاجة نشيل كل الكلام ده ونبدأ من أول وجديد، تمام، ونشيل السكاتر ده ونروح لكومبوزيشن، نيو كومبوزيشن. هسمي الكومب دي تكست على أساس، ودايما خلي يعني اعمل على طول لو في تكست أو في ايمج حطها على طول في كومبوزيشن، بحيث لو حبيت إنك أنت تغيرها وتسمع معاك في الكومب الرئيسية. تعال نروح للتكست ونكتب جي اف اكس اكاديمي، تمام. طبعا هي جاية ناحية اليمين شوية، لو انا الشمال شوية، لو انا رحت تايتل اكشن سيف وحطيتها هنا، هخليها في النص بالظبط، او نخليها في او عند السنتر بتاع السين بالعرض بالشكل ده كده. ده كده او دي كده التكست بتاعتي. ممكن لو انت عايز تزود شوية حاجات ممكن تروح للاير وتروح للاير ستايل، ممكن نحط مثلا جراديانت اوفرلاي حاجة كده مثلا، ونروح لإيديت جراديانت، خلي ده كده، خلي ده يعني حاجة كده مثلا بالشكل ده كده مثلا. ممكن نروح على لير تاني، لير ستايل، احط ستروك، خلي الستروك ده ياخد حاجة زي الشكل الميتاليك. لو احنا عملنا كنترول دي، الواحد لما بيفتح في الحاجات دي ما بيقفش. نروح عند اشيلها، بس اشيل اللي تحتها، نروح عند find edges، تمام، واعمل invert. طبعا مش هيبان، استحالة يبان. ليه بقى؟ لان انا حاطط layer style، تمام. انا عايز ال edges دي تبقى كده زي ما انتم شايفين، بقت مجرد ان هي بيضة بس خلاص. هعمل F4 واخلي البلند مود بأد مع دي، فيعمل لي زي ما انت شايف اللي هو الخط الابيض اللي جوه بالمنطقة. طبعا تقدر ان انت بقى تعمل اوفرلاي، تعرف هتدي اشكال حلوة قوي بالبلند مودز. انا مش عارف ايه الحاجات دي، اعتقد ان هي من الفاست ريزوليوشن، تمام. متهيألي الشكل الميتاليك ده كويس، بس الستروك ده كبير قوي، لو خليناه واحد يدي شكل احلى. طبعا انفرت او حسب اللي انت عايزه، عايز تقلل حجم الافكت مفيش مشكلة. يعني كده خدنا حاجة شكلها ميتاليك شوية. مش عارف الريندر بتاع الانتي اليسنج او الانتي اليسنج دي، نخليها انتر اكتف. اعتقد في البريفيرنسز بتاع الادابتف ريزوليوشن او الزوم كواليتي، ممكن اخليها مور اكوريت، ودي مور اكوريت. هي كده هتبطأ شوية بس برضو ما شالتش الانتي اليسنج، ما علينا مش مشكلة. تعالوا ناخد الاتنين دول كنترول شيفت سي. بس قبل ما اخد الاتنين دول خلاص، انا عايز لو انا غيرت في التكست دي، التكست اللي تحتها تتغير. عشان كده هفتح البارامترز بتاعتها وافتح تكست سورس تكست، ودي نفس القصة، تكست سورس تكست، الت كليك على التكست التابعة للرئيسية،
واسحب البيك ويب واحطها على السورس تكست بس بالمنظر ده. لو انا غيرت في دي هيتغير في دي. الاثنين دول عشان ما يعني طبعا كده كده لما هحتاج اضيف افكت اضيفه على الاثنين، فيستحسن ان انا اعمل كنترول شيفت سي موف اول اتريبيوتس واسمي دي تكست بري كومب واحطها كده بحيث ان دي بقت خلاص التكست بتاعتي. طبعا انا عايز اعمل التكست بالريفليكشن بتاعها عشان اخدها الكومب الرئيسيه، هعمل كنترول دي واسمي دي تكست بري كومب ريفليكشن اس عشان نجيب السكيل، بدل ما نقعد نعمل لها سكيل بايدينا ممكن اشيل الكونستانت بروبورشن واقوم قالب دي سالب 100 بالشكل ده كده. هبل تحت سن. تعالوا بقى بعد كده نحط ريفليكشن بشكل حلو. لو انا جيت قلت ممكن بالطريقه بتاع لينير وايب دي، وممكن بطريقه تانية اللي هي بتاعه الماسك، انك تعمل ماسك وتعمل فيذر اي حاجه يعني. لينير وايب خلاص ما راحش، نروح نوديه احنا خلاص الزاويه 90 و مش 90 180، نخليه بس حاجه صغيره كده ونعمل فيذر تمام بالشكل ده ونشوف بقى الباشا ده اخره معانا يبقى فين. اعتقد اخره هنا يبقى كويس. واحد يقول ده كده الريفليكشن زي الفل ومش محتاج حاجه، لا هو محتاج سن شويه لمسات بسيطه. لو انا رحت ل ال 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 انا عايز اعمل ايه في الريفليكشن ده؟ انا عايز اخليه كانه منعكس على سطح ازاز افكتين. هستخدم عشان اعمل له بلر، واحد يقول لي ما نستسهل ما نعمل كده، هنقوم رايحين عاملين كده اهو فاست بلر، وناخد الفاست بلر كده ونقوم رافعينه مثلا 3 او 4 بكسل فيعمل لي جميل مفيش مشكله حلو قوي زي الفل ومفيش اي مشاكل. لكن في حاجه احسن، لو انا عايز البلر ده يبقى متدرج من فوق لتحت خلاص ويبقى واخد كده زي تشبيح يعني، شكل يبقى واخد شكل مور جرافيكال. ممكن نشتغل بالكومباوند بلر. الكومباوند بلر هو بلر عادي، بس فرقه عن البلر اللي هو الفاست بلر او غيره ان هو بياخد ماب بيعمل بيها البلر. هروح للكومباوند بلر، لو حطيته كده هو لوحده عمل بلر، بس واخد البلر لاير لنفس اللاير اللي هي التكشر. طبعا لو زودته عمل البلر زي ما انت شايف، بس انا عايزه احسن من كده. احسن من كده يبقى انا اعمل ماب او لون يعمل درايف للماكسيمم بلر او يتحكم في الماكسيمم بلر. طبعا اللون ده عندك حاجتين، يا اما رامب يا اما اسمه كالوراما. يا ده الكالوراما معقد شويه عشان الاوتبوت سايكل والانبوت سايكل، فاحنا هنشتغل بالرامب. تعالوا نعمل لاير نيو سوليد ونسمي دي بلر ماب الشكل ده كده، ناخدها خلوها فوق مؤقتا، هنخف الاوباستي بتاعها بس شويه عشان نشوف انا بعمل ايه. لاني هخلي الرامب، انا عايز الكومباوند بلر في الحته دي، يبقى انا هخلي الرامب في الحته دي بس. هاخد هنا رامب واخده على البلر ماب، واخد الستارت واخد الاند بالشكل ده كده، عايزهم بالظبط مكان ما انا عايز، او بدايتهم من هنا ونهايته يعني هنا مثلا في الحته دي، يبقى هو شغال في الحته دي. ارفع دي بقى ل 100 خلاص، انا كده اللي انا عاوزته عملته. هاخد دي تحت تمام. طبعا اللي انتوا سمعتوه ده مصطفى مزاجه مش حلو تمام. ناخد بعد كده طبعا لو انا رحت للكومباوند بلر هو لسه واخد البلر لاير نفس اللاير اللي هو نزل عليها. طيب لو انا قلت له البلر ماب مش هيعمل حاجه. لو انا بصوا كده طبعا هو كده شغال عادي ولا كانه واخد. طبعا هشيل دي كده خلاص وكده زي ما احنا شايفين مش مفيش تدريج خلاص. ليه؟ لان الكومباوند بلر من الافكتات اللي اقول لكم على حاجه، اي افكت خدها قاعده كده،
اي افكت. بياخد ماب، بياخد ماب، يمكن الكلام ده قررته في اكتر من محاضره. اي افكت بياخد ماب، ما تديلوش السوليد كده زي ما هي بالافكت اللي عليها، لازم تعمل السوليد دي بريكومبوز، والا في الحته دي او في الماب لاير بتاعته مش هيشوف الا لون السوليد اللي هو اللون النبيتي ده، لكن مش هيشوف الافكت. هنعمل كنترول شيفت سي ونسمي بلر ماب بري كومب. تمام، بالمنظر شفتوا الدنيا رجعت ازاي. هعمل نان واخدها له تاني. بصوا بقى كده، هو انت مش هو مش واخدها ليه؟ طيب ده كده وده كده، خليها مش عارف. اعتقد لازم نعلم على انفرت بلر. لو انا عملت كده او زي ما احنا شايفين ادهالي بالمنظر ده. طبعا ممكن معلمش على انفرت بلر، دبل كليك كده واشوف دي ظروفها ايه. ادي ده ممكن نفتحه لتحت شوية كده عشان يدي مساحة. هو المفروض يشتغل من غير معلم على انفرت بلر، بس انا مش عارف هو متضايق ليه. طيب انفرت بلر كده شغالة ماشي مش مشكلة، هي سنة بس انا عايز سنة بسيطة مش اكتر، بحيث الافكت يبقى بالمنظر ده. ممكن كمان على الكومباوند بلر اروح احط ممكن راديال فاست بلر. راديال فاست بلر، هو ميزة الراديال فاست بلر ان هو له اتجاه، فانا ممكن بالاتجاه بتاعه اخده لتحت كده يبقى بالشكل ده. ممكن ستاندرد، ممكن اقول له برايتست فيبقى في الحته دي، الاماونت اقلله شويه، يعني عايز كانك ساحب الريفليكشن لتحت. ممكن دي داركست، على حسب ما انت تحب او على حسب ما انت عايز. اخر حاجة هحط افكت سكاتر عشان يديني زي ما تقول الكرمشة الازاز كده، نخليه مثلا 3 زي ما انت شايف ادالك المنظر ده. ده بالنسبة للرفليكشن. بعد ده كده بقى اخر حاجة تي، ونخلي الاوباستي مثلا 60 او نخلي الاوباستي 35 40 حاجة مثلا بالشكل ده كده. كده خلصنا من التكست. نروح بعد كده كومبوزيشن نيو كومب، ودي هنسميها المين كومب. نشيل التايتل اكشن سيف ونكمل في الجزء اللي جاي.